تصدرت أزمة قناني الأكسجين المشهد بعد نفاذها من أغلب المستشفيات الحكومية وصعوبة تجهيزها، مما أدى إلى تفاقم هذه الأزمة، وما أن بدأت أعداد الوفيات بالارتفاع حتى تضاعفت حالات الاعتداء على الكوادر الطبية في جميع المحافظات لتصبح بمعدل حالة يومياً. وقبل هذا وذاك، فإن أغلب مستشفيات العراق كانت غير مجهزة لتلقي هكذا نوع من الأوبئة، ما كشف عن مركز آخر من مراكز الفساد في بلاد الرافدين. وأما ارتفاع أسعار فحص كورونا فقد ولدت إحساسا موهوما بانخفاض أعداد الإصابات لعزوف الناس عن إجراء ذلك الفحص، والذي يكلف في بعض الأحيان $100. كل ما ذكرناه أكثر أدى إلى كارثة صحية جعلت من العراق الأول عربيا من حيث عدد الإصابات بكورونا، والتي تجاوزت 620,000 حالة في مجمل المحافظات. فمنذ الإعلان عن أول حالة وفاة لإمام جامع بالسليمانية في الرابع من شهر آذار من العام الماضي، وصلت أعداد الوفيات جراء كورونا وفق آخر الإحصاءات الرسمية أكثر من 13,000 حالة.